انطلاقاً من الدور الكبير الذي يسعى إليه سكان بلدية وادي عتبة من أجل إنقاذ النخيل، اختتمت فعاليات مهرجان تساوى الثقافي التراثي تحت شعار نخيل وادي عتبة على شفا جرف انهار في دورته الأولى، وذلك بمقر واحة الزلباحة. شارك بالمهرجان عدد من الفلاحين والمزارعين والمهندسين المهتمين بجانب النخيل، حيث خصص المهرجان هذا العام عن النخيل بعد أن هلكت أكثر من 30,000 شجرة نخيل بحشرة القشرية الخضراء. وأقيمت مسيرة شارك فيها مديرية أمن وادي عتبة وروضة الرحمة والهلال الأحمر الليبي وجمعية رعاية النخيل لمكافحة الحشرة القشرية الخضراء، وأيضاً فوج كشاف وادي عتبة. نحن في المهرجان النخيل لتوصيل رسالة للجهات المختصة أو الجهات المعنيين. هو مهرجان هو عبارة عن توصيل فكري أكثر من توصيل يعني كمعنوي، هو عبارة عن توصيل رسالة للمهندسين أو الناس المسؤولين أو الناس المختصة، لأن النخل انهار أو اندثر نتيجة للحشرة القشرية التي أثرت في هذا النخيل. كما استعرض القائمون على المهرجان التمور التي أصيبت بالحشرة وجريدها وعراجينها، وتخلل المهرجان ندوة علمية حول رعاية النخيل والأمراض التي تصيب أشجار النخيل، وذلك بمسرح مدرسة تساوى الثانوية. وعلى هامش المهرجان أقيم مهرجان الفروسية الذي شارك فيه عقد النواصي للخيول، كما كان فيه جناح خاص بالمأكولات وأيضا عرض الأشجار المثمرة التي قد تكون بديلا عن النخيل إلى أن تجد من ينقذها.